محافظة درعا يناقش في دورته العادية الثالثة للعام الحالي سبل الارتقاء بالواقع الخدمي وتأمين المحروقات والمواد الأساسية للمواطنين. تأمين احتياجات المواطنين من الغاز والمازوت وسير العملية الامتحانية في محافظة درعا احتلت حيزا كبيرا من المناقشات في اجتماعات مجلس محافظة درعا في ختام دورته العادية الثالثة للعام الحالي. وناقش أعضاء المجلس التحضير والاستعداد لامتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية وتوزيع المراكز الامتحانية وتوزيع المواد التموينية من الطحين والخبز وتأمين المحروقات من الغاز والمازوت وإلاء الواقع الصحي وتأمين الأدوية وتوفير الكادر الطبي للمشافي العامة. وأكد محافظ درعا خلال الاجتماع على أن المحافظة عملت خلال الفترة الماضية منذ بدء أزمة الغاز والمازوت على إيجاد الطريقة المناسبة لتأمين هاتين المادتين لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن التأخير الحالي لوصول المحروقات إلى محافظة درعا سببه الحقيقي التعديات على صهاريج الوقود الناقلة من قبل المجموعات المسلحة. بدوره تحدث حسين الرفاعي أمين فرع درعا الحزب عن الأوضاع التي تمر بها سوريا والانتصارات المتلاحقة لبواسل الجيش العربي السوري، حيث استطاعت سوريا أن تسقط كل الرهانات بصمودها وإيمانها بأنها ستظل قوية. وخلال الاجتماع تمت مناقشة سبل تسهيل إجراءات الحصاد وتسليم محصول الأقماح وتفعيل دور مجالس المدن والبلديات في الحياة العامة. أكدت على أن يكون هناك تلازم بين الأعضاء مجلس المحافظة وبين السلطات المختصة في المحافظة من أجل إعطاء الخدمة المناسبة وتوفير الخدمة المناسبة وخاصة المواد الاقتصادية. التركيز على إنشاء مخابز احتياطية وآلية، كون الدولة هي الحامل الأساسي لقطاع التموين. احنا بالنسبة لمنطقة الصرميان حكينا مشان مولدة كهرباء، لأنه صارنا 3 سنين طالبنا فيها ولحد اليوم بيوعدونا. في طروح مثلا تأمين المواد الأولية لحاجة الناس الأساسية، وتقدم طروحات وحلول يعني لتسهيل وصولها للمواطنين.